بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معادنا في حلقتنا الليلة دي إن شاء الله مع الإصحاح 21 من سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي. هنقرأ مع بعض نص الإصحاح وبعد كده هنتأمل في اللي ربنا يكشفه لنا من الأسرار الجميلة المخبأة لنا في هذا السفر. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: وذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. المدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساس سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، والخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمان جوني، الثاني عشر جمشت، والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. لم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء وهو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والخروف سراجها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وأبوابها لن تغلق نهارا، لأن الليل لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا من يصنع ركسا وكذبا، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. والسبح لله دائما أمين. كتار قوي من الفلاسفة والأدباء والشعراء حبوا أنهم يرسموا صورة لمدينة فاضلة زي أفلاطون مثلا، وعمل حاجة مثالية
يعني حسب ما هو في ذهنه، يعني حط لها قوانين وأنظمة ومبادئ حسب فكره وحسب فلسفته يعني. لكن بسرعة اكتشف فيها الأخطاء، وكان زي ما يكون حاجات خيالية ليس لها واقع، وكانت مملوءة بالضعفات وبالنقائص. يوحنا الرسول هنا ما عملش كده، لكنه هو صعد بالروح وشاف كنيسة حقيقية مثالية خالدة. في حقيقة أمرها هي كانت عبارة عن لقاء الله مع المؤمنين، أو نسميها إنها هي عبارة عن وحدة سمائية. كان صعب عليه إن هو يرسمها بصورة تفصيلية دقيقة، لذلك حاول إن هو يعني يوضح اللي هو شافه في رموز بسيطة، ويبدو إن هو كان بيترك لنا الأمر عشان نتعمق روحيا ونتذوق هذه الصورة الجميلة للمدينة السماوية على قد ما نستطيع، وتساعدنا قامتنا الروحية أنها تدرك هذه الأمور طبعا بإرشاد الروح القدس. هنقرأ مع بعض الأعداد بتاعت الإصحاح دوت، وواحد واحد عدد عدد، وهنتأمل فيه على قدر ما يعطينا روح الله. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. لما نخلع جسد بشريتنا، هذا الجسد الفاسد، ونلبس عدم الفساد، وهذا الجسد المتحلل المائت هيلبس عدم موت، ونقوم بقوة وبمجد عظيم بأجساد روحانية. عشان كده ربنا هيضعنا في سماء جديدة، ولن نعود مرة أخرى إلى هذه الأرض، لأن زي المسيح ما أكد لنا أن السماء والأرض تزولان، ده واضح يعني. وزي ما معلمنا بطرس الرسول شرح لنا في رسالته، وقال أن العناصر هتنحل محترقة وتذوب، ولكن حسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك احنا نسكن في أرض الأحياء أو مدينة الأحياء مع كافة القديسين، إلا هناك أحياء بالروح. إلا أن الرسول هنا يقصد بالسماء الجديدة والأرض الجديدة معنى آخر، هو أن مع زوال كل ما هو كائن حاليا وهو قائم، هنلتقي مع الرب إله السماء، وفي شركة جديدة في كمالها وفي تمامها، وهنلتقي مع إخواتنا على الأرض في أرض جديدة، يعني في لقاء حب من نوع جديد، في وحدة تامة وكاملة مع شخص الرب يسوع المسيح، ولقاء كنيسة واحدة مع بعضها تتذوق طعم الأبدية، صورة جميلة. البحر لن يكون فيما بعد، لأن طبعا البحر ملوش مكان، لأن البحر دايما يشير إلى الفرقة، وبيفصل بين الدول وبعضها أو بين القارات أو كده. فالسماء ليس فيها فرقة وليس فيها انفصال، ولكن أعضائها مرتبطين بعضهم ببعض. زائد كمان أن البحر بيشير للقلق والاضطراب والأمواج، زي ما يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء، الأشرار كالبحر المضطرب لا يهدأ ويقذف حمأة وطينا. طبعا الكنيسة السماوية ليس فيها شر وليس فيها فوران وغضب، لكن يسودها السلام الداخلي والخارجي أيضا. فالسماء الجديدة أو الأرض الجديدة هي عبارة عن وضع، هي لقاء مع الرب على مستوى جديد، مستوى مختلف، وشركة جديدة ما كناش نقدر نعرفها وإحنا ما زلنا في هذا الجسد الترابي. الأرض الجديدة عبارة عن علاقة جديدة مع إخواتنا البشر اللي كانوا عايشين معنا هنا على الأرض. والسماء الجديدة دي عبارة عن علاقة محبة جديدة بيننا وبين السمائيين الملائكة، والكل المتحد في شخص الرب يسوع المسيح. طيب الكنيسة الجديدة دي اسمها ايه؟ قال لنا معلمنا يوحنا، قال أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يوحنا الرسول هنا لما شاف اللي ربنا أعده لينا بروح النبوة وإحنا عايشين في المجد يعني اللي هنبقى فيه، رجع يعني يخبرنا، عايز يشرح لنا هو شايف إيه بلغة لم تسعفه اللغة البشرية، عايز يشبع رغبتنا في المعرفة، يعني عايز يشرح لنا الوضع بدقة. فابتدى يسجل لنا الأمور بطريقة رمزية
بسيطة فسماها مدينة، لكن يعني ليست هي مدينة بالمعنى اللغوي اللي متعرف عليه حاليا شكل مدينة يعني، ولكنه يعني هي وضع، هي حقيقتها مسكن الله مع الناس، عشان كده سماها مدينة. وبعدين لأن هي شركة مع القدوس، قدوس القديسين، فسماها مدينة مقدسة، يعني هي امتداد للكنيسة المقدسة، لأن بيحل فيها المسيح إلهنا قدوس القديسين. وبعدين لما حب يديها اسم يقول عليها إيه، فسماها أورشليم الجديدة، يعني مدينة الله الجديدة. طب وإيش معنى كلمة جديدة ديت؟ قال لأنها هي حاجة من الأبدية، لن يصيبها القدم، مش هتقدم ولا تشيخ ولا تتهرأ ولا تتعرض لعوامل الفناء والانحلال، ليس فيها ما يفقدها جمالها وضيائها المتقد بنور رب المجد. طب إيه سر قداستها؟ قال لك إنها نازلة من السماء من عند الله. طب ما هي السماوات بعينها، ولكنها نازلة من السماء، يعني زي أم حنون عطوف كده بتنحني عشان تحمل، تضم أطفالها وتاخدهم طالما اشتاقت إليهم، فهي عايزة تاخدهم في حضنها. فهكذا بنشتاق للأبدية ولن نكون غرباء عنها، نكون أعضاء فيها. ونزل من السماء من عند الله تقدم لنا رجاء أننا أبناء ليها وأعضاء حية فيها. ووصفها الرسول نازلة عشان تستقبل المنتصرين الغالبين، زي ما نزل المسيح من السماء عشان يرفعنا إلى السماء، وهي بذلك تعلن حب الله واشتياقه للبشرية. هو اللي بيبادر بالحب زي ما قال عليه الرسول في سفر العبرانيين، وقال لا يستحي أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. فهو اللي أعد المدينة، وهو اللي يشتاق أن هو يكون معانا في هذا الوضع. وزي ما برضو في نفس رسالة العبرانيين بولس الرسول شرح وقال أنه بينتظر المدينة التي لها أساس، التي صانعها وبارئها الله. فلما جه الرسول يشرحها هنا في الرؤية ويوصفها وصف جميل، قال بعد ما يعني شرح وقال أنها مهيئة كعروس مزينة لرجلها، يعني عروس مزينة بزينة العريس اللي هي لابساه ده، هو اللي أهدى ليها، هو صاحب الهدايا اللي قدمت إليها. نكمل في العدد 3 من الوصف الجميل اللي بيقوله الرسول يوحنا، بيقول وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا وذا مسكن الله مع الناس يسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها له. ما لقيتش السماء اسم جديد تعطي لهذه المدينة أكتر من أن هي مدينة جديدة وأرض جديدة وسماء جديدة، فسمتها مسكن الله مع الناس. طب ليه ما قالتش مسكن الناس مع الله؟ دي نقطة عميقة بقى ناخد بالنا منها، لأن الاشتياق الناس لله لا يقاس أبدا باشتياق الله للناس. محبة ربنا فائقة، وكأن الله ينتظر لحظة الأبدية عشان يستريح ويسكن مع أولاده، رغم أن احنا عارفين أن احنا أنه لا يحتاج إلى عبوديتنا، بل نحن نحتاج إلى ربوبيته، زي ما بيقول القداس الغرغوري. فعشان كده بيقول وهم يكونون له شعبا، يعني هم المحتاجين له، هو بيسكب عليهم حبه، ولكن هم يعني هم يحتاجوا إلى أبوته. يقول والله نفسه يكون معهم إلها لهم، يعني هو إله كل البشر وإله المؤمنين، لكن في الأبدية أبناء الملكوت هيتنعموا بمفهوم أعمق لأبوة الله وربوبيته. نقدر بقى نلخص الموقف نفهمه من الكنيسة السماوية الواحدة اللي هي المدينة الجديدة في 3 نقط. أول نقطة أن هي المسكن الأبدي اللي قال عليه المسيح للمجد أنه هو ماضي ليعد لنا مكانا،
وهنا الرسول بقى قدمه بأوصاف وبأبعاد وبمواد في البناء بأسلوب نبوي رمزي بسيط. ممكن نقول إن هي الوجود في حضرة العريس السماوي واللقاء الدائم المستمر معاه، يعني هي مسكن الله مع الناس. عشان كده اتكلمنا عن شخص العريس وعن عمله في وسط شعبه. أو نقدر نقول حاجة تالتة، إن هي جماعة المؤمنين الغالبين، يعني اللي هم يعني المؤمنين الغالبين دول هم دول السماء، يعني حتى وهم على الأرض الإنسان الروحي ده في الكنيسة بنعتبره سماء، فالكنيسة هي السماء والسماء هي الكنيسة بالضبط. يعني بعد كده بنشوف إيه الحال هيبقى في الكنيسة الواحدة اللي هي المدينة الجديدة أورشليم. شرح لنا هذا الإصحاح وقال إن الله سيمسح كل دمعة من عيونهم. إن العلامة ترتليان شرح القصة دي وقال إن ربنا المسيح هيمسح كل دمعة سكبتها العيون من قبل كده، ولم تكن تجف لولا مراحم الله ورأفاته الإلهية. وقال طوبى لأصحاب العيون الباكية لأن الله بنفسه يمسحها ويطيبها. وبعدين قال الموت لا يكون فيما بعد، قال إن الموت يبلغ إلى الأبد ويمسح الرب السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. وقال كمان لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. العالم القديم بقى مضى بكل ما فيه من نقص وعوامل الفناء والزوال، وكل ما هو في الأبدية صار جديدا وصار مفرحا. وبعدين سمع صوت الجالس على العرش بيقول ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وليه وصف كل شيء ده أنه جديد؟ كلمة جديد بمعنى أنه في الأبدية في العالم الآخر لن يكون هناك شيء ممل أو يدفع للملل أو السأم، لأن ليس فيها شيء يعني يشيخ أو يعتق، وبقى كل شيء هيكون جديد. وهكذا نحن لما نبقى في الأبدية مع الله لن تشبع النفس من الوجود مع الله. يقول كده القديس غرغوريوس أسقف نيسوس إن رؤية الله بالضبط لا تشبع النفس من اشتهائه، وهذا يتم إلى الأبد، والنفس ذاهبة من بدء إلى بدء ببدايات لا تنتهي. يعني كل ما الإنسان يشتاق يبتدي من جديد وما يشبعش، مش قادر يشبع من رؤيته لله. كل ما يشوف ربنا كأنه بيشوفه لأول مرة فيزداد شوق اللي هو ينظر إليه ويسجد ليه ويعبده هكذا بلا نهاية. وحب ربنا يعني يبعث فيهم الأمل والرجاء، فقال له قال لي يوحنا يعني اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي قد تم، ده العدد الخامس اللي متابع معايا. يعني دي أمور حقيقية واقعية، يعني ربنا أتمها وهيئها للبشر، ما فضلش بس لأن احنا ندخل ونرث الحياة الأبدية. كأن بيقول العروس إن البيت أعد، ما فضل بس إن تأتي صاحبة هذا البيت لكي ترث وتعيش في مكانها. طيب مين بقى اللي مقدم الدعوة؟ يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. دي لغة السماء، لغة التسبيح الجديدة، إن الله هو رأس الكل، أتى لكي يحتضن الكل ويجمعهم دون أن يبخل على أحد، بل يقدم ذاته ينبوع ماء حية مجاني لكل طالب. يقول أنا أعطي العطشان ينبوع ماء حياة مجانا، يعني بيقدم نفسه لكل ظمآن يشعر بالحاجة إليه. وهنا تذكرني بمزمور داود النبي اللي بيتكلم بيقول كما يشتاق الأيل إلى جدول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله. صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك. ده المزمور بتاع داود. والسيد المسيح أعلن عن نفسه قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.
وعشان ما حدش يسيء هذا الفهم يعني، فرجع في العدد السابع بيقول: من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. يعني بيأكد إن الميراث ده لا يناله إلا المجاهد المثابر اللي هو يستحق هذا الميراث. فهذا الميراث لا يعطى إلا للغالبين. طيب هياخدوا إيه الغالبين دول؟ قال يرث كل شيء. إزاي يعني يرث كل شيء؟ يعني زي أب شاف ابنه كبر ونضج ويعني بقى متكامل مستعد يعني إن هو يقود حياته بنجاح، فرأى إن هو يعني يقدم له يعني يتنازل له عن كل شيء عشان يقود الحياة بنفسه. فعشان كده رجع تاني بعد ما قال يرث كل شيء، قال: وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. طبعا احنا بالمعمودية أصبحنا أبناء لله، لكن كمال بنوتنا لن ندركه إلا في الميراث الأبدي لما نتسلم الميراث الأبدي. ده الواقع يعني. طب ده بالنسبة للبنين اللي هيورثوا. طيب بالنسبة بقى لغير المجاهدين وغير المؤمنين، قال ليس لهم نصيب معايا، وعمل لستة طويلة نقراها مع بعض في العدد الثمانية. يقولوا: أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني. قائمة يعني صعبة شوية. ابتداها بالخائفين. يا ترى مين هم الخائفون دولت؟ دول اللي هم بالمؤمنين اللي بينكروا الإيمان خوفا على حياتهم الزمنية، ودول أشر من أي حد تاني. يعني الليستة اللي بعد كده صعبة قوي. يعني ابتداها بغير المؤمنين، يعني هم ما عندهمش أي إيمان، والكتاب يعلمنا أن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وبعد كده بتكلم على صانع الشر، قال الراجسون والقاتلون، يعني المؤمنين اللي ليهم اسم ولكن أعمالهم لا تتناسب مع إيمانهم. وبعدين بيركز هنا على الكذب، يقول إيه: القاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. ولعله يقصد هنا بالكذب اللي بيستخدمه الغش والخداع في المعاملات. وهنا بقى يجي سؤال: إزاي ابتدى هذه الليستة بالخائفون؟ فقال الخائفون دول اللي ليهم إمكانيات إنهم يغلبوا، يعني ممكن يمتلئوا بالروح القدس ويعيشوا في حياة قوية روحيا يعني، بس هما بالكسل وبالتراخي ولم يعد الله يثق في إيمانهم يعني. بعد كده نكمل ابتداء من العدد 9. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. اختار ربنا هنا أن يرسل ملاك من السبعة اللي هم معهم الجامات، وعشان يوري الرسول العروس امرأة الخروف. فده بيورينا حب هؤلاء الملائكة لينا وحنانهم وعطفهم وخدمتهم لينا احنا البشر. فبيورينا اشتياقهم انهم يشوفوا البشر هم في حالة قداسة كاملة، ويريدوا انهم يعلنوا هذا لكل واحد. ودي بتورينا ان الكنيسة هتبقى موضع اعجاب للملائكة، ويترنموا مع المرتل ويقولوا: جعلت الملكة عن يمينك بذهب أفير. ويناجيها العريس نفسه يقول لها: ها أنت جميلة يا حبيبتي، زي في سفر النشيد. وهذا الجمال السماوي هو القداسة المشعة من الله تجاه أولاده. أما سر قداسة العروس فهو كالآتي: أولاً بسبب أنها عالية وسامية. في العدد 10 يقول: وذهب بي الروح إلى جبل عظيم عالي، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة، مرتفعة سماوية
محدش يقدر يقرب منها، لا إبليس ولا جنوده، لأنهم طبعا في الوقت ده هيبقوا في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. وبعدين نازلة من عند الله، يعني مرتفعة لكنها نازلة من السماء من عند الله، مرتفعة محدش يقدر يطلع إليها، ونازلة من السماء يعني ربنا يعني بعتها عشان ياخدنا يصعد بينا إلى فوق. واخدين بالكم؟ زي القديس أغسطينوس له قول جميل بيقول: لا يستطيع أحد أن يصعد إلى شركة أورشليم السمائية ما لم يؤمن أن صعوده لا يتم بقوته الذاتية بل بعمل الله. وبنزلها بيورينا أن احنا نختبر الحياة السماوية وإحنا نازلين على الأرض قبل ما يجي الوقت اللي ربنا هيرتفع بيه معنا في المدينة المقدسة. وإحنا بنعيش الحياة السماوية وإحنا مازلنا على الأرض بالسلوك في الروحيات، كما فنكون كمان أننا في السماء بالضبط. وبعدين جمالها بقى قال لها: مجد الله شبه أكرم حجر كحجر يشبه بلوري. هنا بقى مجدها مش من ذاتها لكن مجد الله اللي بيشرق عليها، وبيوصفها انها كالبلور، يعني لمعه فيها لمعان، فيها مجد الالوهه، وفي المنظر شبه حجر يجب. الحجر اليجب اللي هو فيه لمعان، فيه مجد، فيه زي بلوره كده متوهجه بتعكس الضوء اللي بيسقط عليها. فشمس البر بيتلألأ جمالا واحنا كالبلور بنختفي فيه، فتظهر فينا الإضاءة القوية اللي جاية علينا من شمس البر. واحنا وكل واحد يشوف أخوه، احنا نشوف بعض كأننا متخبيين في مجد الله، نرى في بعضنا مجد الله، وهكذا يسير الله هو الكل في الكل. نكمل مع بعض ابتداء من العدد 12 لما بيتكلم على الكنيسة السماوية وبيقول: وكان لها سور عظيم وعالي. مين هو بقى السور؟ يشرح لنا معلمنا داود النبي في المزمور، يقول له: يا الله أنت حصني. الله هو السور، هو حصن الكنيسة وملجأها. وزي ما بيقول برضو في المزمور 91 يقول: الساكن في ستر العلي. فالله هو الستر وهو الحصن، وهو اللي بيجمع الكنيسة كلها في وحدة كاملة، بحيث ان العدو ما يقدرش يدخلها يقسمها او يفرقها او يشتتها. الكنيسة دي او المدينة الجامعة بيجمعها سور بيلم شمل الكنيسة كلها في العهد القديم والجديد، وهي رسولية على اساس ان سورها عليه اسماء رسل المسيح. نقرأ بقى العدد 12 و14: وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. ومن الشرق 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. جمعت بقى بين أسماء أصباط 12 رجال العهد القديم وأسماء رسل المسيح اللي هم رجال العهد الجديد، فهي كنيسة واحدة. طب اللي انشقوا بقى ورفضوا الإيمان اللي هم اليهود اللي رفضوا يخشوا الإيمان، ما بقاش لهم مكان، نزع عنهم نسبهم الروحي للأصباط وصاروا غير مؤمنين. الأبواب بقى الـ12 دي بتشير لأن الإيمان مفتوح، الأبواب مفتوحة من كل جانب لأبناء الملكوت، حتى وبعدين في الأربع جهات الأساسية عشان ما حدش يضل من يرغب في ميراث الحياة الأبدية، مش ممكن أبدا يتوه. شكرا على متابعتكم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل باقي الإصحاح.